مساء الخير، مساء النور لكل اللي هيتفرج في هذا الفيديو. كنتمنى نلقاكم على خير وبخير وفي احسن صحة ان شاء الله يا ربي. كنت مخططة بصراحة على الفيديو الجاي، هيكون فيديو اخر، هيكون فيديو تاني خريجة اخرى، مكان جديد، معلومة جديدة. لكن وقعت واحد الحاجة وحبيت نشاركها معكم. تنبيه وتحذير لينا كأمهات، كنا كنعطيو ولاداتنا الموبايلات، البورتابل، كنعطيوهم الايبادات كيشدوهم، التابلت كيلعبو، كناخدو حتى حنا كنقولو عينا، كنكملو الدوفوار، كنكملو هذا. الا صدعنا خذ وارتاح. وصيغتو انا بديتها بكري، انا ولدي عطيتو البورتابل ولا الايباد من سن كان عندو عام ونص، كنت حامله ولدت فعطيتو باش كنرتاح حتى انا. وكانت اكبر غلط، لان ولدي ولا مدمن على شي حاجه سميتها بورتابل ولا ايباد. لما عيطتوش ليه الا ما عطيتوش ليه كيتعصب كيتقلق وهذا. المهم هذا ماشي هذا هو المشكل الرئيسي، لان هذا مشكل كبير. المشكل ان انا هذه شي يومين لقيت ولدي جاب لي البورتابل، صدعيني كيقول لي كاينه ماما شي حاجه عيب. شفت لقيت فعلا هذا جوجل كروم صيفط ليه رساله في موقع اباحي بشي صوره ومكتوب فيها هالو مره ومرحبا مره. طبعا تخلات حيت دوك لي زابليكاسيون. وقبل منها ملي كنت مثلا كنزل انا الحاجه الزوينه اللي كندير انني انا اللي كنزل ليه الالعاب، لان فعلا واحد المره شفت في مكان كنكون كنزل ليه شي لعبه كيظهر لك فعلا اعلانات في النص ديال كرتون اباحي. وكنقول انا زعما هو كينزل كرتون. وشفت فيديو ديال واحد الاب والام امريكيين قال لك حتى هما كيظهر برضو اعلانات في الالعاب لبنتهم وهي كتلعب. ملي كياخذوا هما كيلعبوا نفس اللعبه ما كتباش، اذا كيرق، اذا كاينين شي العاب كيخترقوا الكاميرا، كيخترقوا الصوت، ويكونوا مستهدفين الجيل الصغير. كيوريهم المثاليه، كيوريهم الشواذ، كيوريهم شي حوايج ماشي في سنهم. وطبعا حنا ما عندناش في الوطن العربي الثقافه الجنسيه، وما عندناش كيفاش كندوا مع ولادنا ولا كنفهموهم، فكل شيء عيب 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 عيب. فعيوصلوا ليهم بطريقه عيطلعوا لينا جيل منحرف. المهم الموضوع كبير. انا شنو درت باش نحمي وليداتي؟ بقيت كنقلب، لقيت واحد تخواز ابليكاسيون نزلته على البورتابل، واحد سميتو سيف يوتيوب. هذا ما كيخليش اي مواقع اباحيه ولا اي اعلانات كتبه لوليداتنا، كنزلوه هو بالمجان. والموقع الثاني سميتو كيدز بلايس. كيدز بلايس حتى هو كنثبتو فيه البرامج اللي هما باغيين يتفرجوا فيها، وما كيحليهم حتى شي برامج غير هاد البرامج. وكمان ممكن كنضبطو ليهم الوقت اوتوماتيك، يسد في واحد الوقت معين يسد صافي كيطفى، ما يبقاش غير شادو. هاد كاين بزاف تطبيقات، كاين تقريبا شي 7، ولكن انا استخدمت هاد جوج. كاين الثاني نورتون اونلاين فاميلي، حتى هو قال لك سيف بالنسبه لهاد المواقع كيحجبها كل ما كيخليهاش تبان. المهم هذا الفيديو درته قصير غير باش نقول خليوا بالنا من وليداتنا. كنصح نفسي قبل ما كنصحكم، لاننا انا فعلا عطيت لولادي البورتابل بكري، عطيتهم كيلعبوا باش كنرتاح، ولكن راه ماشي حل. بالعكس حنا ماشي كنربيو، حنا كنفسدوهم. ولداتنا امانه في رقبتنا، ربي عطاهم لينا. رسالة لكل أم وكل أب وليا ولينا كاملين، خليوا بالكم هاد مواقع التواصل، هاد الانترنت راها قنبلة موقوتة. كنحمي ولادنا من متحرشين ديال الزنقة، ولكن كندخلوهم لداخل دارنا. الفيديو اللي باغيين تفرجوا فيه ولا نزلوا على سيدي تفرجوا فيه في الدي في دي أو لا في السي أو لا في البورتابل بي سي، يتفرجوا ونحميوهم. وسمحوا لي طولت عليكم، وشكرا لكل عيطان. كنتمنى تبارطاجيو، كنتمنى تبارطاجيو حتى بالمعلومه ماشي حتى بالفيديو. وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله نديكم معايا لبلاصه جديده ومكان جديد ان شاء الله. شكرا.